اليوم اطلقنا كوليكشن عيد الاضحى من مونتانيا، وهذا الكوليكشن كان مميز هاي المره لانه كان بتصميم جميع مصممات مونتانيا وليس فقط دلال جبندي او مصممه دلال جبندي او مصممه مريم الجمعه او مصممه مريم لهو، لكن كان جميع فريق عمل مونتانيا اشرف على اطلاق هذا الكوليكشن الجميل اللي نتمنى انه ينول اعجابكم. نتميز بخامات صيفيه رائعه فعلا مناسبه للعيد، وإن شاء الله تكونوا متميزين دائماً مع مونتانيا، ونشوفكم مونتانيا قريبة منا. كل عام وانتم بخير. رسميا نزل كوليكشن 2015 في مونتانيا، طبعا تصاميم منوعه، خامات، قصات تناسب كل الاعمار. طبعا ركزنا على الوان خاصه في مونتانيا، وايد تراندي، وايد فاشن. طبعا مونتانيا يشمل ملابس، اكسسوار، فما راح تضيعين. تعالوا راح تلقون كل اللي تبونه ان شاء الله حق تجهيزات العيد 2015. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله في مونتانيا الافنيو، وعيدكم مبارك مقدما. الكوليكشن متنوع من التنانير، القمصان، النفانيف، والوان جديده والوان حلوه. اليوم نعرض في مونتانيا الافنيو، وباكر ان شاء الله في مونتانيا الكويت وبالسعوديه والبحرين والامارات. حياكم الله، استكشفوا معاي الكوليكشن المتنوع للمتحجبات والمو متحجبات، وحياكم الله وعيدكم مبارك. مونتانيا قريبه منك.